الخيالي من يتصدر المجموعة ويسير على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما نقلتنا إلى ثاني المراكز سمحة. الله، اسم جميل واسم رائع. هنا سمحة تتواصل مع شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، يتواصل مع هذا الاسم العملاق والمميز، وذكرتني بسمحة من انتزعت برمز والسيف هنا بدولة هناك بدولة قطر في ميدان الشحانية. نقلتنا إلى ثالث المراكز، والنقلة هناك مع العزرة، تتواصل مع ناصر بن عبيد بن يزرب العامري مالك الفاتنة من تواصلته في الأشواط الماضية وسجل التوقيت الأفضل. نقلتنا إلى رابع المراكز، والنقلة هناك مع عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي من يتواصل على المركز الرابع والمركز الخامس. الوصول في هذه اللحظات الشاهنية، غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، الله، خمسة أسماء مميزة ورائعة وجميلة، ولكن العودة لا بد من المقدمة والصدارة والريادة. هناك تتواصل مياسة على القمة، تتواصل لكي تنصب نفسها في أول في الانطلاق المميز في أول المراكز. هناك مياسة، منصور بن خليفة بن سالم الخيالي من تواصلت بالمقدمة والصدارة، وكيلوين أو ثلاثة كيلومتر من أو كيلوين ونص من غضت منها بداية هذا الشوط، والمتبقي خمسة كيلو ونص أيضا هناك التحدي فيه والانطلاق المميز. نقلتنا إلى ثاني المراكز، والوصول هناك من سمحة شاهين بخلفان بن راشد المزروعي من تتواصل على المركز الثاني، بينما النقلة إلى ثالث المراكز هناك العزرة من تتواصل، ناصر بن عبيد بن يزرب العامري من يتواصل على المركز الثالث والمركز الرابع. الوصول من عالية، هنا سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي يتواصل على المركز الرابع والمركز الخامس. الله الله الله، هناك تتواصل فيه الشاهنية، غلام بن موسى بن أحمد البلوشي يتواصل على المركز الخامس. هنا كوكبة خماسية مميزة والنداء للخمس المراكز جميلة والرائعة، ولكن العودة إلى بد من المقدمة والعودة مع مياسة. مياسة من تتصدر المجموعة وتسير على المركز المرموق وسيرها سليما وموفق بإذن الله. الله الله، مياسة يا مياسة، انطلقي بالمركز الأول وسيري هنا على المقدمة والرياسة، رياستي هذا الشوط والمركز الثاني. هناك تتواصل على ثاني المراكز سمحة من تتواصل على المركز الثاني، وسمح الله طريقك يا سمحة مع شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي من يقدم لنا السمحة. الصقار من يتواصل بانطلاقات سمحة المركز الثالث. الله، الوصول من هنا من العزرة، تتواصل العزرة بانطلاقات اسم تراثي ومميز، هنا يتواصل في هذا الشوط، ويتواصل ناصر بن عبيد بن يزرب العامري هنا على المركز الثالث ورابع المراكز. هناك تتواصل فيه عالية، تتواصل مع عبد الله مع سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي، والمركز الخامس هناك مع الشاهنية غلام بن موسى بن أحمد البلوشي، ولكن لا بد من العودة، لا بد من العودة إلى المركز الأول، إلى الصدارة والريادة والمقدمة والمركز الأول. الله الله الله، مياسة يا مياسة، السلام يا مياسة على هذا الانطلاق الجميل واتجاه سليم وموفق بإذن الله. مياسة بقيادة منصور بن خليفة بن سالم الخيالي، الخيالي يتواصل على المركز الأول وينصب نفسه في أول المسافة هنا في القائمة الأولى من هذا الشوط والمركز الثاني. هنا الوصول هنا من سمحة شاهين بن خلفان بن راشد المزروع يتواصل هنا على المركز الثاني، والوصول أيضا من العزرة ناصر بن عبيد
بن يزرب العامري هنا يتواصل ويتسلل على المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الرابع والوصول هناك من عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي. والمركز الخامس مع هناك غلام بن موسى بن أحمد البلوشي بقيادة الشاهنية. ولكن العودة إلى الصدارة والمقدمة والمركز الأول. مياسة تنطلق بالمركز الأول تسير على دربي الانطلاقات والفوز والناموس والمركز الأول والمركز المرموغ. جسر العبور وصلناه يا جماعة، والتنافس هنا مستمر والانطلاق جميل والتحدي مميز والمركز الأول جميل أيضا والناموس الأجمل. الله الله الله، مياسة تنطلق وتباعد على المركز الأول وعلى الصدارة وتسير على المركز المرموق. ولكن المركز الثاني والخطورة هنا من ثاني المراكز. تصل العزرة، تصل العزرة في هذه اللحظة. ناصر بن عبيد بن يزرب العامري، مفاجآت العامري في هذا الانطلاق من سجل التوقيت الأفضل ومن انطلق مع الفاتنة في الأشواط الماضية، وأيضا يأتي بهذه العزرة الجميلة والرائعة والمميزة هنا بقيادتها. المركز الثالث هناك عالية تصل على ثالث المراكز وتنطلق مع سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي. هنا يتواصل على المركز الثالث والمركز الرابع. سمحة انطلقي يا سمحة على المركز الرابع، تنطلق بانطلاق مميز وتحدي جميل مع قيادة هناك شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، وخامسا مع الشاهنية غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. ولكن العودة إلى المقدمة والعودة إلى الصدارة والعودة إلى الريادة. كيلوين وخمسمائة متر من تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، ولا زالت المقدمة مع مياسة. مياسة يا مياسة انطلقت بالمركز الأول، انطلقت بالتحدي الجميل من بداية هذا الشوط وهي على المركز الأول، وهي تبغي المركز الأول وتبغي الناموس، تبغي تهديه المالك منصور بن خليفة بن سالم الخيالي من يتواصل بقيادتها وتضميرها. ولكن المركز الثاني الله الله، وصلت هنا العزرة، وصل مالك العزرة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري كما يتقدم هنا. هناك تتقدم عالية ويتقدم مالكها سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي في هذه الكوكبة الثلاثية المميزة والرائعة. يا سلام يا سلام يا سلام، هل من متقدم؟ هل من منافس؟ وصلت سمحة في هذه اللحظة، شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، وتصل هناك الشاهنية أيضا غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. ولكن المقدمة ولكن الصدارة والريادة ما زالت هناك مع مياسة. مياسة منصور بن خليفة بن سالم الخيالي والرقص يحلو مع الكبار. الله 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 الله، المنعطف الأخير قصر العبور. ولكن المنعطف الأخير هنا لائحة الف وخمسمائة متر من تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، وما زالت القيادة وما زالت الريادة وما زال المركز الأول مع مياسة. منصور يا منصور، منصور بن خليفة بن سالم الخيالي على المقدمة ما زال يقود المشاركين قيادة حكيمة بانطلاقاته. وهنا قابل غابات، وصلنا هنا في الخطر، اربطوا الأحزمة، هنا غربنا من لائحة الكيلو المتر الأخير. الله، من كان يريد الناموس فليتقدم في هذه اللحظات الجميلة. ولكن هنا مياسة، مياسة تنطلق وينطلق مالكها منصور بن خليفة بن سالم الخيالي، وأيضا عالية عالية في المرتبة العالية تتواصل بانطلاقها المميز وتحدياتها الجميلة. سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيالي الخيالي الخيالي، شد العزم، هناك ناموس، هناك
هناك تهاني، هناك ناس سيهنونك بالناموس إن انتزعت هذا الشوط. المركز الثالث هناك بعيد كل البعد، ولكن الوصول أرى من على بعد. سمحة سمحة هنا شاهين دخل فان بن راشد المزروعي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى الريادة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول. المركز الأول عالية هي برقم واحد وتنتزع المركز الأول، ويا محل الصدف. الله عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي من تتصدر المجموعة في هذه اللحظات. والعصاقوس العصاقوس تسرح تسابق نفح نسناس، أما العصافف طانها قوس. سلام يا مالك عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي، والسلام يا الخزنة سلام. هناك أهالي الخزنة من يحتضنون ويتفاخرون بهذا السلام والانطلاق الجميل بكل ريحية. وصدرت الأوامر والتحديات، وصدرت الأوامر واستجابت عالية للأوامر لكي تنتزع هذا الناموس المستحق. سلام الخزنة، سلام يا الخزنة، سلام لأهالي الخزنة من يتفاخرون بهذا السلام، وسلام يا مالك عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. تهانينا له على هذا الناموس المستحق المركز الثاني والوصول من سمحة من وصلت في هذه اللحظات مع شاهين بخلفان بن راشد المزروعي. المركز الثالث هناك تتواصل فيه مياسة منصور بن خليفة بن سالم الخيلي من أدت أداء مميز وحصلت على المركز الثالث. المركز الرابع هنا يصل فيه العزرة ناصر بن عبيد بن يزرب العامري على المركز الرابع، والمركز الخامس والوصول في هذه اللحظات الجميلة تصل فيه. هنا تتواصل الشاهنية مع غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. تهانينا والناموس الملك عالية من انطلقت في هذا الشوط. هنا لحظات العادة بصورة البطية وانتزاع، ولحظات انتزاع الفوز والناموس. هنا تتواصل في عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. سلام الخزنة سلام. التوقيت الزمني 13 دقيقة 14 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا وناموس المالك عالية سعيد بن عبد الله بن مناخر الخيلي. المركز الثاني والوصول في هذه اللحظات تصل فيه سمحة. سمحة تصل على المركز الثاني مع شاهين بخلفان بن راشد المزروعي. حصلت على المركز الثاني وسجلت توقيت وقدره 13 دقيقة 18 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا له على هذا الناموس المركز الثالث والوصول. هناك من مياسة منصور بن خليفة بن سالم الخيلي من أدت عرض ممتاز تشكر عليها وحصلت على المركز الثالث. التوقيت الزمني 13 دقيقة 24 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور، نتواصل مع شوط الختام والشوط الثالث عشر ينطلق مع الحول مهجنات على صايل والثمانية كيلو.